يقول السائل: هذه امرأة تقول: ما حكم قص المرأة لشعرها مدرجا، مع العلم بأن الشعر طويل لكنه مدرج؟ إذا كان أنه يؤذيها وطويلا عليها ويؤذيها، لا بأس أنه تقصر منه قدر ما يزيل عنها المشقة. أما إذا كان معتاد، شعر معتاد، فإنها تتركه ولا تقص منه شيئا، لأنه جمال لها. نعم.